السلام عليكم، معكم الدكتور حسن تزي، أخصائي بجراحة التجميل والتقويم من الدار البيضاء. أول شيء أنا فرح أنني معكم في مدينة الناظور ومع إخواننا الريفيين أينما حلوا وارتحلوا داخل أو خارج الوطن. بما يخص الجائحة التي يعيشها المغرب ويعيشها العالم كله، وفي ما وصلت له، وفي الحالة التي نحن عليها وبالخصوص في المغرب، احنا كنا فرحين ما بين الشهور مارس وأبريل ومي وحتى الجوان أن كانت نتائج جيدة، وكنا وصلنا لواحد المستوى معترف به عالميا في مواجهة هذه الجائحة وهذا الفيروس كوفيد 19 أو كوفيد 19. للأسف تبين واحد الانزلاق شامل وطني في النتائج، واللي سبب أننا كنشوفوا إذا خدنا في التوقيت من بعد عيد الأضحى إلى يومنا هذا أن ولينا كنسجلوا ما فوق 1000 وما فوق 20 توفيات اللي وصلت حتى 40 أو أكثر. الأسباب متعددة، وأبدأ بالأولى وأنصح نفسي وأنصح عائلتي وأنصحكم كذلك، الله يجزيكم بخير. إذا شي واحد كيحس بواحد الأعراض اللي ماشي طبيعية كانت عنده، ما يبقاش يتهاون ويتهرب باش يمشي يفحص ويتعالج، لأنه يمكن يتعالج ويتفادى أن يوصل للإنعاش ولا قدر الله الوفاة. منهم الأولى هو إذا كانت فيك واحد صعوبة في التنفس، باش غتعرف هاد الصعوبة في التنفس؟ هو كتقطع التنفس ديالك لمدة 15 ثانية، كتحسب حتى ال 15 وكتشوف إذا ما قدرتيش تحبس التنفس ديالك لمدة 15 ثانية راه عندك شي مشكل في التنفس. أنا كنهضر مع ناس اللي ما عندهمش مضاعفات معروفة ديال الصدر، وهذوك اللي عندهم أمراض مزمنة ديال الصدر هذوك في حالة أخطر من الناس العاديين. كيف ما كان للجميع أول حاجة لتجلب الخطورة هي التنفس، هي أخطر شيء. ثاني شيء وهو الواحد كيمشي له الذوق ديالو، ما كيبقاش يذوق الحاجة، تعطيه المناضة ما يعرفهاش، تعطيه كل شيء كيجيب له بحال الماء. هذه حتى هي من العلامات اللي الانسان خصو يفحص. الحاجه الثالثه هو كيدير ريحه ما كيبقاش يشمها. هادو اشياء بسيطه ما خصش شي واحد يكون فقيه فيها ولا عن، او كيبقى يشوف راسو سخانه بدات تطلع عليه. هادو اشياء اللي يمكن يعيشها طبيعيا وخصو ياخذها بعين الاعتبار، او تمشي له الشهيه، او يبقى تيحس العضلات ديالو كيضره، او كيكون عنده السهل الإسهال. هذو أشياء لإنسان يأخذ، يمكن يكون أي مرض، ولكن إذا كانت كورونا من الأحسن الإنسان يستشر طبيا ويعرف شنو هو المشكل. هذو النصائح الأولى. نصيحة ثانية، إذا شكيتي في راسك أنت مع الضمير ديالك أنا ممكن تكون فيك هذيك، أول حاجة حافظ على الناس اللي عزاز عليك، حافظ على مراتك، حافظ على أولادك، حافظ على المقربين ديالك، أنك تبتعد عليهم ولو أنك كتعيش معهم حتى تبين الأبيض من الأسود، واش أنت فيك أو ما فيكش. هذه الثانية. ثالث شيء يمكن الإنسان يديرها وبسيطة هو أنه لما يخرج، طبعا أنت إلا مشيتي لواحد المنطقة مغلوقة وفيها الناس، تكون في الخدمة ديالك، تكون في مشيتي لأي مهمة قضيتيها الإدارة ومشيتي، ولا في الخدمة اللي كتخدم أنت، اللي قرب لك وما فيهش الكمامات ابتعد منه. هو ما بغاش يديرها ولكن ما تخش أنت ذاك الظلم ديالو تحت عليك، نصحه قول له يديرها، ما بغاش يديرها يبعد منه. سهلة، ما تقربلوش وبعد منه، يتحمل هو مسؤولية ما تحملهاش أنت. أما النصيحة، من رأى منكم منكرا فليغير، ينصحوا. المغرب أنا أعطيت واحد الوصفة، بعض الناس بعض الصحفيين قالوا وصفات سحرية ولا ساحرة، وهو
يخصنا يكون واحد الاتحاد وطني. إذا وقع اتحاد وطني المدة ديال 15 يوم بدون استثناء، وأقول كل مواطنين، ما يمكنش واحد يخسر كل شيء، تكون اتحاد كامل وطني مدة 15 يوم ونديروا الكمامات ونبتعدوا، كنقول بلي ب 15 يوم غادي نقضيو عليه. علاش غادي نقضيو عليه؟ هذا ماشي كنوحي، لا، حيت الفيروس هو بنفسه ما يقدرش يعيش اكثر من 15 يوم الا ما كانش في الجسم الانسان باش يتنمى. ولو كان في الجسم الانسان كيموت فيه 15 يوم، لكن الخطر هو لما كينقلوا لواحد اخر عاود يدير فيه 15 يوم، ينقل هذاك عاود لواحد اخر يدير فيه 15 يوم، وهذيك 15 يوم ما كتبقاش النهايه ديالها. ولهذا اللي يمكن ننصح الجميع ونصح حتى نفسي ونصح كاع الناس، يخص واحد الاتحاد وطني ديال المده ديال 15 يوم لتباعد المترو واستعمال الكمامات. الا ما استعملناش هذا الشيء ما كيباليش شخصيا بالمعرفه اللي عندي ولو بسيطه اننا لحنا لا دوله اخرى غادي يمكن تخرج من هذا الشيء. لماذا؟ لان احنا بدينا غير بجوج الحالات، الان كاين 50,000 حاله. واش كتظن ب 50,000 حاله غادي نردوا هذا السفر بدون مجهود؟ المجهود واضح وسهلته وبسطته. 15 يوم ديال تضامن وطني، تباعد ديال المترو وكمامات. بالنسبه للاطقم الطبيه كما قال جلالة الملك في خطاب ديالو، ان كانت في الاوائل عندنا حاله كل يوم، الان عندنا 10 حالات من الاطقم اللي كتصاب يوميا. تخيل ان 10 ضربها في شهر هي 300 واحد. هذه الاطقم الطبيه اولا عندنا ضعيفه، ما كانش العدد الكافي للبلاد، واذا مشاو في كل شهر 300 وهذوك 300 كيخدموا المعدل ديال 8 ساعات في النهار لمده 5 ايام هي 40 ساعه، وكل ساعه كل طاقم طبي انه كيشوف ما بين 6 حتى 8 الحالات، معناه ان من الفتره ديال اول جويه حتى 20 غشت راه تقريبا 100,000 كونسلطاسيون او فحص اللي غادي تمشي. علاش؟ لان كل طاقم اللي تصاب كيخصو 15 يوم يتوقف على العمل. لما كتوقفوا 15 يوم ديال العمل خصك ال 10 تجيب 10 اخرين، احنا ما عندناش دوك ال 10 اخرين، كل نهار يمشي لك 10، ما كاينش دوك ال 10 اللي مشاو الاولين غادي تجيبهم، الا غادي تاخذهم واحد المركز واحد اخر، معناه ذاك المركز حتى هو ما غاديش يبقى لحد الاطقم اللي غادي يواجهوا. معنا خصنا نحافظوا على الاطقم الطبيه وخصنا نساعدوهم ونعاونوهم ونقدروهم، على الاقل لا نقدروهم ونكبروا بهم ونشكروهم ونديروا لهم ونفعلوهم باش يبقى عندهم هذيك هذيك القرحه على البلد، وانهم يعالجوا الناس ويديروا ريوسهم في خطر. واش هذا الطاقم الطبي شنو هو ذنبه؟ جاي يعالجك يمرض هو؟ جاي يعتقك يموت هو؟ غاتاخذ واحد المسؤوليه خطيره على عاتقه اللي ما كياخذها حتى شي واحد. انا نتحداش واحد كياخذ شي خطوره اكثر من الطاقم الطبي، لان بينه هذا المترو اللي كنقول لكم ديال الحصانه هو ما يقدرش، واش غادي يداوي على مترو؟ هو كياخذ واحد معناه ان خصنا نعطيو له كاع الوسائل ديال الحصانه باش ما يتصابش. لان باش كيتصاب؟ لان كيكون واحد نقص ديال الحضر ونقص ديال الوسائل ديال الحصانه ديالو اللي خصنا نعطيوها له، وهذا من حقه.